كانت ولا زالت وستظل العلاقة بين مصر والسودان مختلفة وتاريخية، شعب واحد يجمعه الحب والأخوة ونهر النيل. ربما هي حقيقة تاريخية كرستها مواقف كثيرة في شتى المجالات، ولكن يبقى عبد المنعم شطة نجم الأهلي السابق العلامة والتجسيد الحقيقي لتلك الكلمات في مجال الرياضة. وسام شطة مشي شطة كويس ورفعها عالية. أوكي. جول للنادي الأهلي. الجول الثالث للنادي الأهلي. جاء شطة إلى مصر منذ قرابة 47 عاما ليدخل في نسيجها ويعيش كواحد من أهلها. ولم يكن شطة مجرد لاعب كرة فقط، لكنه لفت الأنظار بقوة، حيث كان عنصرا من جيل ذهبي حقق إنجازات كبرى في عصره. ولد عبد المنعم مصطفى شطة في السودان عام 1952، وانضم للأهلي عام 1973، وظل به حتى اعتزل كرة القدم ليبدأ رحلة أخرى لنقل خبراته في مجال آخر، وهو تطوير كرة القدم في القارة السمراء عبر منصبه كمدير فني للاتحاد الإفريقي، والذي عمل داخله على تطوير المنظومة الفنية ورفع مستوى المدربين. شط لم ينس طوال حياته أنه ابن الأهلي، ومنه كانت محطاته الأولى، فعاد إليه أخيرا للإشراف على مشروع كبير حيث يتولى إدارة أكاديميات الأهلي لكرة القدم. تاني على جنب لحسام البدري تلعب جوه المنطقة، برافو شطة بدماغه اخطفها. شطة يفتح أجندته الخاصة ويتحدث في كل الملفات في الأشبال. هفضل في النادي الأهلي طول ما أنا موجود، لأنه النادي الأهلي دوت يعني أنا تربيت فيه، وسأستقر في مصر عشان خاطر النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي.